أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان العرف عند بعض الناس أن يكرموا ضيفهم بالذبيحة، وإذا خالف أحد عرفهم كان معرضا لذمهم ونقص قدره ووصفه بالبخل، فهل نتبعهم في أعرافهم هذه أم يعتبر هذا من الإسراف؟ إذا كان عليك ضرر إذا خالفت عادتهم فاعمل مثل ما يعملون، اعمل مثل ما يعملون دفعا للوم عن نفسك ودفعا للضرر عنك. نعم.